السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أعزائي؟ إن شاء الله كل شيء بخير معكم بإذن الله تعالى. Neste vídeo vamos falar a respeito das eleições no Brasil. بهذا الفيديو بنتكلم عن الانتخابات بالبرازيل. نحن قسمنا بعض الفيديوهات حتى الكل يعرف شو بيصير بالانتخابات بالبرازيل ومين هن اللي بينتخبوا. فاليوم إن شاء الله بنحكي عن المناصب للأشخاص اللي بينتخبوا. ممكن عم تسألني أنت، طيب أنت أستاذ تتكلم باللغة البرتغالية وليش عم تعلمنا عن الانتخابات؟ هي سياسي. لا، مش قصة أنه هي سياسي، الأمر أنك تعرف شو هي الانتخابات بالبرازيل باللغة البرتغالية. يعني هي أمر من التوعية حتى نفهم أمرنا بالواقع اللي نحن عايشين فيه. ضروري نحن نكون حياديين جدا، لا ندافع عن هذا ولا ندافع عن هذا، لا نهجم هذا ولا نهجم هذا، خاصة نحن أولاد عرب مسلمين أو غير مسلمين سكنين بالبرازيل. نحن لازم نحن دائما نحترم الآخرين حتى يحترمونا إن شاء الله. هيا بنا إلى الكلمات اللي نحن بهالدرس حطيناها. أول شيء إليسوينز. إليسوينز يعني انتخابات. عيدوا معي إليسوينز. إليسوينز إليسوينز نو برازيل يعني انتخابات في البرازيل. بارتي 1 الجزء الأول. أوسكارغوس إليتوس يعني المناصب المنتخبة. عيدوا معي أوسكارغوس إليتوس via votação direta بتصويت مباشر pelos eleitores brasileiros من قبل المنتخبين البرازيليين أو الناخبين البرازيليين. نحن بالبرازيل انتخابات مباشرة، يعني الشخص اللي عمره فوق 18 سنة وبيحقله يصوت بيعمل تيتول ديليتور وبيصوت. فأنت بتاخد الجنسية البرازيلية وبدك تعمل باسبور برازيلي، لازم تروح على طبعا الانتخابات اسمه كارتاريو ليتوراو وتاخد منهم موافقة حتى تعمل باسبور. وكل ما بدك تجدد الباسبور لازم انت تروح تاخد لون التصويت اللي انت اشتركت فيه. اذا انت ما اشتركت بولا تصويت ممكن انت تدفع قسم بسيط 10 ريالات كل سنتين وكل 3 سنين وحتى يعطوك موافقة حتى تجدد الباسبور. فمهم جدا نحن نعرف حقوقنا وشو المطالب اللي علينا. اول شيء اول منصب رئيس جمهورية President da República. عيدوا معي President da República. البرازيل هي جمهورية من سنة 1889. بغير الدروس ان شاء الله رح نحكي عن جغرافية البرازيل وتاريخ البرازيل. كل 4 سنين بحق انتخابات، يعني أكادا 4 أنوس. عيدوا معي أكادا 4 أنوس، يعني كل 4 سنين في تجديد لرئيس جمهورية. صار عندنا سنة 2014، انا حطيت بس يعني هالسنة، نحن 2018 وأينتن قبلها وأينتن رح تصير بعدين. ب 2014 آخر شيء كانت، هلا 2018 هالسنة، وفي 2022 أربع سنين، وكل أربع سنين 2026 2030 وإلى ذلك. بعد رئيس جمهورية بصير عندنا سينادور مجلس شيوخ. نحن البرازيل عندنا 26 ولاية والوحدة الفيدرالية. ولاية يعني استادو، وحدة فيدرالية هي ديستريت فيدرال اللي هي العاصمة برازيليا. عندنا كل ولاية مع برازيليا بحق لهم ثلاثة بمجلس الشيوخ اللي هن اسمه سينادور، شخص واحد سينادور. سيناداريس شخصين وما فوق. فكل 8 سنين 2 سيناداريس بينتخبوا. 2 سيناداريس زا كادا 8 أنوس بور استادو، يعني شخصين عضوين بمجلس الشيوخ كل 8 سنين لكل ولاية مع برازيليا. آخر شيء كان 2010، هلا هالسنة 2018، وبعد 8 سنين 2026. هلا واحد سيناتور من هالثلاثة كمان كل 8 سنين، بس فرق بيناتهم 4. اون سيناتور كادا 8 أنوس بور استادو 2006 2014 بعد 8 سنين، وبعد 8 سنين من 2014 يعني بعد 4 سنين من هلا 2022 4 سنين. هيك بصير فرق بيناتهم دائما 4 سنين. كل واحد بيخدم الحكومة البرازيلية خلال 8 سنين، رئيس جمهورية خلال 4 سنين 4 أنوس. بعدين بيجي ديبوتات فيدرال. نحن البرازيل أصغر ولاية فيها تقريبا 700 ألف نسمة، اسمها اسم عربي أكري بالبرازيلي، أكري بالعربي إخرى. فيها تقريبا 700 ألف شخص، بحقلة فقط 8 ديبوتات فيدرايس. ديبوتات فيدرال واحد نائب فيدرال.
كل ولاية أقل شيء بحقلة 8، وأكبر ولاية أكثر شيء بحقلة ولاية سان باولو بحقلة 70 ديبوتات فيدرال. نحن عندنا 513 بكل برازيل، 513 ديبوتات إليتوس أكادا 4 أنوس. دائما وقت ما ينتخبوا رئيس جمهورية بينتخبوا ديبوتات فيدرال، غوفرنادور وديبوتات استادوال. فإذا ديبوتات فيدرال 513 513 ديبوتادوس كل 4 سنين 2014 2018 2022. غوفرنادور هن 27 26 ولاية مع الوحدة الفيدرالية اللي هي العاصمة برازيليا إلى حريتها التامة عن كل الولايات، هي مش خاضعة على لأي ولاية، هي عندها الحرية التامة. حاكم ولاية غوفرنادور، عدوا معي، حاكم ولاية غوفرنادور 27 غوفرنادوريس دي 26 استادوس اي اون ديستريت فيدرال، كمان نفس التاريخ تبع الجمهورية وديبوتات فيدرال 2014 2018 و 2022. ديبوتادو استادوال، هلا ديبوتادو استادوال كل ولاية عند الغوفرنادور تبعها حاكم ولاية، وكل حاكم ولاية عنده نائبين للولاية حتى يعملوا القوانين. فأقل ولاية عندها 9 ديبوتات سادواو، وأكبر ولاية مثل سان باولو عندها 53. هوني عندنا 1059 ديبوتات إليتوس أكادا كاترونوس، يعني كل 4 سنين بينتخبوا كل النائبين بكل برازيل لكل ولاية نوابة. بريفيتو هلا صرنا بمدينة، كل مدينة كمان بحقلة رئيس بلدية اللي هو اسمه بريفيتو. عيدوا معي، بريفيتو، بريفيتو 5570 بريفيتو، هودي تبع المدن والبلديات. مدينة واحدة سيداجي، عيدوا معي سيداجي، مدن سيداديس، مونيسيبيو بلدية، مونيسيبيوس بلديات. عندنا بالبرازيل 27 ولاية، يعني 26 ولاية ووحدة فدرالية، وعندنا 5570 مدينة. فهال 5570 مدينة عندهم انتخابات كل 4 سنين، 2012 صارت قبل آخر مرة، 2016 آخر مرة، والمرة الجاية راح تصير 2020 2020 2012 2016 2020. وقت ما يصير انتخابات للبريفيتو لرئيس بلدية كمان بيصير انتخابات للفيريادوريس اللي هن أعضاء مجلس البلدية، اللي هن رح يشتغلوا بقوانين البلدية مع رئيس البلدية. عدد الفيريادوريس، عدد الأعضاء بمجلس البلدية بكل برازيل تقريبا 57,000 57,000. أقل شيء 9 أشخاص، 9 أعضاء، وأكبر شيء مثل سان باولو 53 على حسب عدد السكان. 57,000 فيريدوريس، 57,000 فيريدوريس، 57,000 فيريدوريس entre 9 و 55 por cidade، أقل شيء 9 أكثر شيء 55 مثل مدينة سان باولو. كمان بنفس التاريخ تبع بريفيتو تبع رئيس بلدية 2012 2016 2020. فهي هي المناصب الموجودة عندنا بالبرازيل. إن شاء الله بالجزء الثاني بنحكي ونكمل عن الانتخابات في البرازيل. حطوا الكومنتس، حطوا التعليقات حتى الفيديوهات تكون مفيدة أكثر للجميع بإذن الله تعالى. نراكم بفيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.